أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لي حساب جاري في أحد البنوك، ويقوم البنك بإعطائي هدايا سنوية علماً بأنني لا آخذ فوائد ولا أشترط، ولكن البنك يعطوني هدايا مثل الساعة أو غير ذلك، فما حكم أخذها؟ هذه الفوائد يا أخي، إذا أخذت الساعة وأخذت الهدية أخذت الفوائد الربوية، فهذا احتيال منهم، احتيال منهم، يسمون الربا يسمونه هدية، فلا تقبل هذا منهم. أنت ما أودعت مالك إلا للحفظ فقط، للضرورة أودعته للضرورة لتحفظه من السراق، ولم تودعه لا لهدايا ولا لفوائد ولا لشيء، فلا تأخذ شيئا، ولا يخدعونك بهذه الأساليب أو هذه الأفكار. هذا يرغبون الناس في الإيداع عندهم علشان ما تروح للبنك الآخر تجي لها اللي عندهم هدايا، وهذا ربا ولا يجوز. نعم.